على هامش المنتدى العالمي للتعليم العلمي والبحث العلمي، اجتمع الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للجامعات ومجلس ومراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وده كان بحضور دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي. خلال الاجتماع وزير التعليم العالي عرض آخر مستجدات خطة الوزارة لتطوير منظومة الجامعات والمراكز البحثية المصرية بما فيها الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة في مجال التعليم الجامعي والبحثي، وذلك عن طريق التوأمة بين الجامعات والمراكز المصرية ونظيرتها الأجنبية المرموقة على النحو الذي يسهم في تطوير المناهج التعليمية، وأيضا استخدام طرق التدريس الحديثة وكمان تدريب الشباب في مختلف المجالات. الرئيس الحقيقة شدد على ضرورة الارتقاء بدور الجامعات ومنهجية البحث العلمي للمساهمة في تغيير واقع ثقافة التعليم والمعرفة، ومن ثم دعم عملية بناء الإنسان المصري ومسيرة التنمية الشاملة اللي بتشهدها مصر في الوقت الراهن. ده باعتبارهم طبعا أركان أساسية في بناء الدولة المصرية الحديثة، وأيضا ركيزة محورية لتلبية طموحات الدولة لتحقيق هدف التنمية المستدامة. كمان السيد الرئيس أكد على العمل على تطوير واقع المقاربة التعليمية في مصر ودعم الشباب المتميز والمتفوق علميا من المبتكرين والباحثين في ظل ما يمثلونه من طاقة وذخيرة في مصر، وذلك من خلال إيجاد آلية مؤسسية فعالة بالجامعات لاكتشاف الموهوبين وأيضا العقول النابغة، وده لانطلاق نحو المستقبل لصالح مصر وكذلك للإنسانية جميعا. ملف التعليم الحقيقة أو الملف الثقافي من أبرز الملفات اللي بيهتم بها السيد الرئيس، ومن ضمن محاور استراتيجية بناء الإنسان المصري اللي بيتبناها السيد الرئيس وأيضا بتتبناها الدولة المصرية في هذه السنوات، فكرة أننا نغير ثقافة التعليم اللي أشار إليها السيد الرئيس، يعني نغير ثقافة التعليم، يعني الموروث الثقافي عند المجتمع المصري والتابوهات اللي موجودة عندنا فيما يخص التعليم وآلية التعليم ومنظومة التعليم، ده المفروض أننا نتطور والمنظومات التعليمية عندنا تتطور عشان تقدر تواكب وتضاهي التعليم في الجامعات العالمية، وده اللي الدولة المصرية بدأت تعمله بالفعل في اتجاهها للتوأمة والتضافر مع الجامعات العالمية عشان يبقى عندنا الكوادر المصرية والشباب المصريين قادرين ان هم يحاكوا العالم الآخر حتى عن طريق الجانب التعليمي.